مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من ترانز. النهارده هيكون معانا فقرات كتير مختلفه ومتنوعه، ويلا نبدا الحلقه زي ما عودناكم بفقره ترانز اوف ذا ويك. الاهلي والزمالك، غضب مروان بابلو، مسلسل مانيفست، يمكن اكتر حاجه اتصدرت الترند على مدار الاسبوع اللي فات كله ولحد النهارده كانت مباراه السوبر المصري واللي كانت بين الاهلي والزمالك وانتهت بفوز الاهلي 2-0. وكعاده اي مباراه مهمه بين الاهلي والزمالك بتفضل متصدره الترند فتره طويله جدا، ولكن المره دي كان اسباب تصدر الماتش للترند اسباب تانيه غير الماتش نفسه، ومنها ان الماتش كان بيتلعب في الامارات بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 سنه من العلاقات المصريه الاماراتيه، وكمان كان الحفل الاحياء الفنان احمد سعد على هامش الماتش في استاد هزاع بن زايد من اسباب تصدر الحدث كله للترند. وكان كمان من اللقطات اللي صدرت الترند هي مساعده شيكابالا على لاعب الزمالك وسيد عبد الحفيظ مدير الكره في الاهلي لمؤمن زكريا لاعب الاهلي في الوصول لمنصه التتويج ومشاركته مع لاعبي الاهلي في رفع كاس البطوله. مغني راب مروان بابلو اتصدر الترند خلال الاسبوع ده، وده قرار مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقيه بالزام كل مطربي المهرجانات وكمان الراب ان هم يغنوا بصحبه فرقه موسيقيه. مروان في حفلته الاخيره واللي اتعملت في استاد الهوكي التزم بالقرار، ولكنه كان متوتر جدا وكان واضح قوي عليه انه مش عارف يغني مع فرقه موسيقيه، وده طبعا لان مطربي الراب مش بيكون معاهم فرق خالص. مروان ظهر في مقطع انتشر على السوشيال ميديا وهو بيرمي المايك وبيسيب المسرح ويمشي بعد محاولات كتير انه يغني مع عزف الفرقه الموسيقيه، ولكن طبعا الموضوع كان صعب جدا. وبعد التصرف ده اعتذر مروان للجمهور والفرقه الموسيقيه وشرح لهم موقفه. كرة القدم من أكتر الألعاب الرياضية اللي بتجمعنا كلنا، كل حد فينا حتى لو مش مهتم قوي بيها عنده فريق مفضل بيشجعه أو بينتمي ليه، وبتعتبر كرة القدم من أكتر الرياضات شعبية حول العالم. الحقيقة هنا في مصر ومن زمان قوي دايما بنشوف منافسة شريفة ومحترمة بين الأهلي والزمالك على وجه التحديد، وطول عمر الجمهورين بينافسوا بعض هم كمان، ولكن كان كل ده بيحصل بأدب وباحترام وبأخلاق. والنهارده هنتكلم عن ظاهرة مش كويسة ظهرت مؤخرا بسبب السوشيال ميديا وهي جروبس المشجعين. المشكلة مش في الفكرة نفسها ولكن في اللي بيحصل فيها من تنمر على الفريق المنافس واللعيبة، ومش بس كده ده فيها كمان كمية حاجات كتيرة قوي ملهاش أي علاقة خالص لا بالرياضة ولا بالروح الرياضية. المشكلة كمان ان الجروبس دي بقت تصدر تعصب للناس وحولت كرة القدم من لعبة رياضية جميلة كلنا بنستمتع بيها لحرب بين بعض. عشان نعرف اكتر عن الموضوع وعن مدى تأثير الظاهرة دي على كرة القدم خصوصا بعد ما شفنا الماتش بين الاهلي والزمالك، هيكون معانا دلوقتي على زوم الدكتور عثمان ابراهيم الصحفي الرياضي بجريدة الوطن. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم وكل مشاهدي القناة الاولى. اهلا بحضرتك. في البدايه عايزه اعرف من حضرتك، هل جروبس المشجعين بتضر الرياضه وكره القدم في مصر؟ نعم ام لا؟ طبعا هي مش تبقى اجابه بدقه 100%، ربما تكون في بعض الاحيان نعم في بعض الاحيان لا، وفقا لتوجهات هذه الجروبات او هذه المجموعات. لكن المؤكد لو بتزود التعصب او بيبقى فيها زي ما انت قلت من شويه في تنمر او تريقه بشكل غير مقبول على الفريق المنافس، فاكيد يبقى اكيد هتضر الكره المصريه بشكل كبير جدا جدا. لكن لو الجروبات الرياضيه مجموعات رياضيه يبقى فيها اتفاقيات مثلا على حضور مباراه، بيتعمل دخله معينه، هدافات تحفيزيه لفرقته بشكل معين، فاكيد في دي هتكون حاجه مميزه جدا جدا. لكن واضح ان في ازمه او مشكله في التربص بالفريق المنافس سواء المعسكر الاحمر الابيض او الابيض الاحمر من قبل المباريات او ظاهره التحفيل اللي بيكون بعد المباريات. يمكن التحفيل اللي موجود على السوشيال ميديا يعتبر كان موجود زمان بشكل مختلف، ولكن زي برضه ما سمعت حضرتك بتقولي في المقدمه كان في رقي في التعامل، الناس يعني بيهزروا مع بعض بينكشوا بعض شويه بلغه الكوره، ولكن ما بيوصلش الموضوع لتنمر او تريقه على شكل او على لون او على اي حاجه. طبعا فكره السوشيال ميديا احنا بنعاني منها من فتره طويله جدا جدا، ان اي واحد بيكون ماسك موبايله او على الكمبيوتر بتاعه او اللابتوب بتاعه
بيكون عنده نسبة أمان، عارف إن محدش شايفه محدش عارفه، فممكن يقول كلام كبير جدا جدا أو كلام مؤذي بشكل كبير جدا جدا بدون أي حسابات، أو إن هو يحسب أي عواقب ممكن تحصل بسبب كلامه ده. طبعا بيكون ليها أثر سلبي نفسي بشكل كبير جدا جدا. طب حضرتك شايف ان الجروبس دي ليه بقى فيها كل كمية التعصب دي؟ من ايه؟ لا يعني اكيد فكرة تواجد جمهور واحد او مجموعة بتشجع كيان واحد في مكان ما اكيد دي بتزود التعصب. يمكن في من زمان دراسات عن فكرة الجماهير او السلوك الجماهيري، يعني ممكن يكون شخص مثقف جدا جدا بيحضر في المدرجات، مش هتكلم حتى في الجروبات، ولكن بيحصل حاجة اسمها سلوك جمعي، يعني ممكن تحصل لقطة معينة في المباراة او غلطة من حكم او غلطة من لاعب، فتلاقي مثلا البعض بدأ يشتم، فتلاقي حتى اللي عنده درجة كبيرة من الثقافة يخش معاهم في الطريق ومستواه الثقافي بيتدنى إلى اللي حواليه. نفس الكلام ده بيحصل في السوشيال ميديا وفي الجروبات، نفس القصة، بيكون كل جروب أو معظمه مشجعين لنادي واحد، وبالتالي بيحصل السلوك الجمعي اللي كان في المدرجات بينتقل إلى السوشيال ميديا، وممكن يكون واحد على درجة كبيرة من الثقافة والوعي والعلم، ولكن يعني ينجر كده لهذا الطريق، ويبقى في ناس بتتنمر على الفريق المنافس وهو يعمل زيهم، انه طبيعته تختلف تماما عن هذا الموضوع. ولكن زي ما قلنا فكرة وجود مجموعة كبيرة تشجع كيان واحد في مكان واحد بتشكل بعض الأزمات، خصوصا لما يكون في بعض الأحداث طبعا متعلقة بمباراة زي ماتش القمة الأخير، كان في مباراة طبعا قمة، وعلى فكرة اللي احنا شفناه معظم اللي شفناه كانت حاجات إيجابية، يمكن شفنا كل جمهور كان عامل دخلة لفرقته بشكل لطيف جدا جدا، بيركز على لاعب عنده، اه ممكن يكون يعني بيزمون كده بينكش المنافس بتاعه، ولكن بشكل مقبول ما فيهوش فيه اي اساءات ولا حاجة. شفنا كان فيه عائلات مصرية كتيرة جدا جدا، شفنا اسر كاملة كانت موجودة، شفنا كانت اللقطة الاجمل ان في اسر واخدة اطفال صغيرين جدا يمكن اقل من 5 سنوات، وفي اطفال رضع كمان كانوا موجودين في الملعب، يعني كانت مشهد رائع مشهد جميل. يا ريت السوشيال ميديا لما تيجي تاخد هذه اللقطات طبعا. الإيجابية ونبتعد عن اللقطات السلبية، أعتقد هيكون ليها أثر كبير جدا جدا جدا. طيب حضرتك شايف ان برضو في بعض اللعيبه بتحاول انها تكسب جمهور فريقها عن طريق انها تعمل حاجات على السوشيال ميديا تزيد من التعصب، وهل شايف طبعا ده حله ايه؟ طبعا طبعا دي بقى كارثة كبيرة جدا جدا، وأعتقد لابد النادي نفسه يضع قواعد إن كل لاعب حتى لو استخدم السوشيال ميديا يستخدمه بقواعد معينة ما بقاش فيها أي تهور أو عنف أو تطرف ضد فرقته ضد جمهور فريقه أو حتى جمهور المنافس بشكل طبيعي. الحاجة التانية نتمنى زي ما في تطور في قواعد واللوائح يضاف ليها بند من بنود التعاون على السوشيال ميديا والحسابات الموثقة للاعبين أو مدربين، أي حساب منهم يعمل حاجة يعني تثير الفتنة يبقى في عقوبة عليه، سواء غرامات مالية أو حتى الإيقاف من المباريات. أعتقد وقتها كل لاعب هيفكر كويس جدا قبل ما يعمل الحركات دي او اللي هو الاستفزاز على السوشيال ميديا، وللاسف ودي افه كبيره. يعني احنا كنا مش بنتكلم على الجمهور، المصيبه الاكبر لما يكون في لاعب بيغذي هذا الاحساس، فبالتالي المشكله هتكبر اكتر واكتر، لان اللاعب اللي جوه الملعب بيقود الجماهير للتعصب بهذا الشكل. وطبعا دلوقتي لو انا بلوم على الجمهور ان هو بيتنمر على الفرقه التانيه، لما يلاقي لاعب في فرقته بيعمل تصرف غير مقبول اكيد هينتقد بشكل اسرع واكبر، وربما الناس اللي كانت متزنه وواقفه في منطقه في النص اللي هو مش بتنمر على حد ولا بيأذي حد هينضم هو كمان للمجموعه المتنمره بسبب طبعا لاعب تصرف او عمل تصرف غير لائق اخلاقيا داخل الملعب او حتى على السوشيال ميديا. الكاتب الصحفي عثمان ابراهيم، بنشكر حضرتك جدا على وجودك معانا. ودلوقتي جه ميعادنا مع السوشيال لاب اللي بنحلل من خلاله اكونتس النجوم وتفاعلهم على كل ابلكيشنز السوشيال ميديا. النهارده معيان السيد هي نجمه السوشيال لاب واللي بتنتظر عرض فيلمها الجديد هاشتاج جوزني، واللي بيشاركها فيه امير المصري. طبعا معيان السيد من النجوم اللي اسمهم دايما بيتصدر السوشيال ميديا، وبتتميز بتلقائيتها، وده طبعا غير نجاحها في ادوارها، وعشان كده بيتابع معيان السيد 4,700,000 فولور على الانستجرام، وهي بتتابع حوالي 4,105 اكاونت بس، وطبعا معظمهم اصحابها وبلوجرز ويوتيوبرز ونجوم من الوسط
الوسط الفني. لحد دلوقتي مايان السيد نشرت تقريبا 847 صورة وفيديو على أكاونت الإنستغرام. تعالوا نشوف تفاصيل الصور والفيديوز دي. هي كلها عبارة عن إطلالات ليها وصور مع أصحابها ونجوم مع الوسط الفني، بوسترز لأعمالها ومشاهد من أفلامها ومسلسلاتها. من الحاجات اللي لفتت نظرنا إنها بتحب جدا الفوتو سيشن، فلقينا إنها نشرة أكتر من 30 صورة بستايلز مختلفة ومتنوعة. كمان لقينا أكتر من 100 صورة ليها لإطلالاتها في المهرجانات الفنية على الريد كاربت. مايان بتحب السفر والتصوير في الأماكن الطبيعية، عشان كده نشرت لحد دلوقتي 40 صورة ليها في الطبيعة أو على البحر، وكمان بتحب تجرب تجارب جريئة. أيام قليلة قوي ويبدأ مؤتمر المناخ واللي بتستضيف مصر دورته الحالية في مدينة شرم الشيخ، وبما أن احنا جبنا سيرة شرم الشيخ يبقى أكيد هنتكلم عن السياحة في مصر والأماكن السياحية في مصر الجميلة جدا. عشان كده احنا قررنا أنه يكون ضيفنا النهاردة واحد من أشهر الترافل بلوجرز على السوشيال ميديا، واللي بيقدم محتوى متميز جدا عن الأماكن السياحية في مصر وبيوضح قد إيه جمال مصر وبيساهم في الترويج للسياحة المصرية. ضيفنا النهاردة أصلا مهندس، وبسبب حبه للسفر قرر أنه يسافر ويساعد الناس كمان أنها تسافر بأقل التكاليف، وبيقدر من خلال الفيديوز بتاعته أنه ياخدنا في مغامرة ونروح بلاد كتير ونقابل طبعا جنسيات مختلفة ونشوف هم عايشين إزاي، وخصوصا زي ما قلت لكم أماكن جوه مصر اللي عمرنا فعلا ما سمعنا عنها. واحد من الأماكن اللي جوه مصر اللي أنا متأكد بنسبة 90% منكم ما يعرفوش ده إيه، المكان اللي هنتكلم عنه النهاردة اسمه السرابيوم، وهو موجود في مجمع سقارة. المكان ده موجود فيه 24 تابوت للعجل أبيس. التوابيت دي كلها معمولة من الجرانيت الأسود والرمادي، ووزنها بيوصل ساعات ل 100 طن. مكان كله سراديب ومتاهات تحت الأرض. أنا مش فاهم إزاي من آلاف السنين كانوا بينقلوا التوابيت اللي كان وزنها 100 طن دي لكل الأماكن اللي تحت الأرض دي. لو لسه ما رحتوش هناك فبجد فايتكم كتير. منورنا في الاستوديو النهارده عبد الرحمن، ازيك؟ كله تمام. عامل ايه يا عبد الرحمن؟ كله حلو الحمد لله. انا اول حاجه هسالك عليها ليفينج ذا داش. اوكي، احنا قبل ما نبتدي تصوير قلت لي ان ده بيكون اي قبر انسان بيكون عليه يوم ميلاد واليوم اللي بيموت فيه. بالظبط، فما بين الاثنين دول في زي داش صغيره كده في النص، فهي دي الاسم بتاعي اللي هو ليفينج لايف، او ده تعيش حياتك. بالظبط، فهي الموضوع كله ليه علاقة بأن أي حد ممكن ياخد الاسم ده يبقى ليه، هي ملهاش دعوة بشخص واحد بس، هي أنا حبيت أن هي يبقى اسم لأي حد ممكن يستخدمه. فليفينج داداش معناها ليفينج لايف، أو اللي هو إنك تعيش حياتك. بالظبط، يعني بغض النظر بقى في السفر، في الجيم، في الأكل، في أي حاجة أنت بتحبها، فيور ليفينج داداش أيا كان أنت بتعمل إيه بتحبه في الحياة. طيب قولي أنت سافرت كم بلد؟ انا سافرت 7 بلاد بس رحت 62 مدينة. انا شخص بيسافر بالراحة قوي، فانا اي بلد بروح فيها بالظبط، اي بلد بروحها على الاقل مثلا هقعد هناك يعني 30 يوم لحد بقى 60 او اكتر. بحب الف في المدينة، يعني كل مدينة مختلفة عن مدينة تانية، ففكرة ان انا اعدي على البلد علشان بس يبقى اسمي ان انا روحتها دي مش طريقة السفر بتاعتي خالص. يعني لا طبعا هي ألذ، احنا كلنا لما بنيجي نسافر بيبقى مثلا اخرنا 4-5 ايام، وطبعا البلد بتبقى كبيره وفيها حاجات كتيره ومدن بالزبط. كتيره، واحنا دايما تلاقي اللي هو مثلا بنروح السيتي نفسها او الـ يعني اكتر مكان معروف، او مكان بالزبط. مثلا المصيف لو في الصيف، او مكان اللي فيه شمس اكتر لو هو بالزبط. في الشتاء، وما بنشوفش الباقي خالص. دي حقيقه. فانا بحب ان انا اشوف كل حته في البلد عشان فعلا ابقى عرفتها، عرفت الثقافه بتاعتهم، عرفت بيعيشوا ازاي، دياناتهم، طريقه الكلام بتاعهم، كل الكلام ده. خصوصا الاكل كمان بحب الاكل قوي السفر. فالأكل في كل مدينة حتى ساعات بيبقى مختلف عن مدينة تانية، جزء الشمال غير جزء الجنوب غير جزء الشرق طبعًا. غير جزء الغرب في كل مدينة. وكمان الكالتشر بتاعة الحتة بتكون مختلفة. بالظبط، ديانات مختلفة في كل حتة، الطريقة اللي بيتكلموا فيها، ثقافتهم. بالظبط، ساعات اللغة كمان بتبقى مختلفة في أماكن زي الهند ونيبال والحتة كتيرة قوي في آسيا، اللغة نفسها بتبقى مختلفة. أنت رحت فين بقى السبع بلاد دول؟ أنا رحت تايلاند والهند ونيبال وسريلانكا والإمارات ومصر وألبانيا. ألمانيا ولا ألبانيا؟ ألبانيا. أوكي، بس هما ألذ واحدة فيهم بالنسبة لك كانت أنهي؟ والله يعني أنا ما عنديش واحدة فيها يعني أنا بفضلها عن التانية، وفعلا كل واحدة كان فيها مغامرة مختلفة، شفت فيها حاجات مختلفة خالص عن التانية، بس أنا بحب آسيا أكتر من أي حتة تانية لحد دلوقتي. يعني آسيا هي مكاني المفضل من ناحية الطبيعة، من ناحية الخضار، الحياة، المغامرات هناك،
كل الحاجات دي بالنسبه لي بتبقى احلى بكتير من الحته الثانيه. بس انا لسه قدامي اماكن كتير ازورها لسه مش عارف تحديدا. طيب الاماكن بقى اللي روحتها جوه مصر رحت فين جوه مصر؟ كتير قوي. انا عايزه اعرف الحاجات اللي احنا مش عارفينها. يعني دايما احنا عارفين مثلا اكيد الغردقه، عارفين شرم الشيخ، عارفين اسكندريه، عارفين الاقصر واسوان، فاهم قصدي؟ بس احنا بنسمع على حتت بجد جنه، وحتت عمرنا في حياتنا ما كنا نتخيل ان هي ممكن تكون موجوده، واحنا اساسا مصريين وعايشين جوه البلد وما نعرفش حاجه عن الاماكن دي. ويمكن بيجي لنا ناس قد كده من بره بيبقوا عايزين يروحوا الحتت دي، بيبقوا عارفينها كمان. دي حاجه غريبه جدا الصراحه بالنسبه لي. يعني في اماكن كتير قوي اصلا من الاماكن اللي انا اللي هي ناس كتير قوي ما كانتش تعرفها، انا عرفتها من اجانب، ما عرفتهاش من المصريين. وبعد كده لما ابتديت انا اعمل عنها فيديوهات وكده، الناس عمرها ما كانت تعرف ان الاماكن دي موجوده. فهي حاجه حلوه في السوشيال ميديا دلوقتي ان هي فعلا بتقرب كل الحاجات والمعلومات دي من الناس. ايه هي الحته بقى دي؟ ماشي، اوكي. حاجات بحريه ولا حاجات اثريه؟ يعني اكتر حاجه مثلا قولي واحده بحريه، واحده شتويه، أوكي. واحده ماشي. اثريه. اوكي، من الحاجات الاثريه فعلا انا اتفاجئت بيها كانت سراديب الموتى او مقابر كوم الشكافه في اسكندريه. ناس كتير قوي من اسكندريه ومن القاهره ومن كل حته كانوا اول مره يسمعوا عن سراديب الموتى، ففي الفيديو ده هقول لكم هم ازاي اصلا اكتشفوا سراديب الموتى اللي موجوده في اسكندريه. سراديب الموتى تعتبر واحده من عجائب الدنيا السبع للعصور الوسطى، واسمها سراديب الموتى في كوم الشكافه، وموجوده في قرموز. طيب بس اكتشفوا بقى ازاي المكان ده؟ من 121 سنه، سنه 1900 بالظبط، كان في حمار تايه قاعد بيتمشى، وبعد كده بالصدفه الحمار ده وقع في السلم بتاع السراديب دي، وبالصدفه اكتشفوا المكان ده. المكان ده كان بيستخدم كمقبره فعلا من القرن الثاني للقرن الرابع. كل المعلومات اللي انا قلتها دي according to Wikipedia، وده كان اجابه على سؤال. واحده من عجائب الدنيا السبعه للعصور الوسطى. فدي ومحدش يعرفها نسبيا، وحتى اهل اسكندريه نفسهم معظمهم ما يعرفوهاش. ابتديت بقى لما رحت المكان ده، انا كنت عارفه من بلوجر كانت من امريكا تقريبا او حاجه كده، وبعد كده قررت ان انا اروح المكان ده. فالمكان كله بقى من تحت سراديب ومتاهات ومقابر، في بقى حاجات هناك رومانيه، حاجات من حاجات فرعونيه، ففي ميكس ثقافه غريب جدا تحت مش مفهوم هو كان عباره عن ايه. في صور مدوسة، في حاجات غريبه قوي تحت. فالمكان ده فعلا يعني ما كانش مكتشف خالص لحد ما ابتديت انا اعمل عنه فيديوهات كتير قوي. والفيديوهات دي تقريبا كانت عدت، اول واحد عملته كان جاب 1,000,000 وشوية، بعد كده ابتديت ان انا اعمل شويه فيديوهات تانية عن المكان ده، وابتدى بلوجرز تانيين بقى يروحوا المكان ده بالظبط. واحده واحده ابتدت الناس تعرف ايه سراديب الموتى او مقابر المكان ده. فين؟ في اسكندريه، في قرموز. اوكي، في اسكندريه. انت قلت يعني هو مكان حلو جدا وغريب، هو طريقه اكتشافه كمان كانت غريبه جدا. هو المفروض، بس ده اكوردنج تو ويكيبيديا، يعني محدش عارف القصه الحقيقيه. كان في حمار بيتمشى كده راندوملي، ووقع. كان في حمار ماشي في اسكندريه، كان في حمار ماشي ماشي في المكان ده، في المكان ده، وقع في السرداب. وبعد كده ابتدوا يحفروا بقى وينقبوا عن المكان ده، لحد اصلا ما ابتدوا يفتحوا بقى الاماكن، يعني المكان اللي تحت ده، لان هو كان مردوم. بس ده كان طريقه الاكتشاف، كان عن طريق حمار. طب انت لما رحت يا عبد الرحمن حسيت ان انت عارف تشوف والدنيا متنوره كويس وكده، ولا حاسس ان هو انت مثلا في ساعات ناس كتير تقول لك مثلا انا رحت الحته الاثريه الفلانيه او بس ما كانتش حلوه قوي، ما اتبهرتش قوي، مش المكان ده ايه؟ المكان ده هو ساعة لما انا شفته على الانترنت قبل ما انا اروح، كان المفروض ان في اصلا اوض تحت غرقانه ميه. المفروض ان هم قعدوا، يعني المفروض بقى ان تقريبا وزاره السياحه اهتمت بالموضوع ده وشالوا كل الميه اللي تحت، والدنيا بقت منوره عشان وموحدة. الناس تعرف تدخل وتتفرج بالظبط، عشان الناس تعرف تخش وتبقى مرتاحه خالص جوه. فحتى الجو جوه مختلف عن الجو بره، علشان الارض نفسها مرطبه من كل حته من كل الميه اللي كانت موجوده تحت، فالهواء نسبيا ساقع. هي مختلفه، بس في نور تحت، في الدايركشنز توديكي في كل حته. وبينفع ندخل نصور وكده ولا ممنوع؟ ينفع، ينفع نصور، بس مش في كل حته الصراحه جوه، يعني برضو التصوير ممنوع طبعاً في بعض الاماكن. صح. بس ينفع يعني عادي نصور حاجات بسيطه. طيب ده بالنسبه للحاجات اللي موجوده جوه مصر الاثريه. ممكن الحاجات بقى اللي فيها بحر صيف، الحاجات اللي فيها عندنا احلى بحر بجد يا عبد الرحمن. دي حقيقه، والله دي حقيقه. انا عايزه اقول لك انا سافرت من قريب في الصيف برا مصر. اوكي. والمكان ده المفروض ان الناس بتنبهر بيه من العالم كله على البحر بتاعه. انا بصيت على البحر مش مصدقه نفسي. أوكي. يعني احنا ما عندناش الزلط ده وما عندناش الروكس دي او الصخور دي، بس انا اتخضيت ان ازاي الناس مبهوره وبتيجي من العالم كله عشان يشوفوا البحر ده، واحنا بحرنا يعني بجد احلى منه وانضف منه وميته ادفى كمان منه، تحفه.
ولونه. فيعني قولي بقى الحتت الغريبه اللي احنا ما نعرفش عنها اللي موجوده في مصر. ماشي. اللي ينفع الواحد يروح يستجم فيها في الصيف ويعوم وكده. هو فعلا البوينت اللي انت بتتكلمي فيها دي فعلا عندك حق فيها قوي، ان البحر بتاعنا فعلا مفيش احلى منه، دي حقيقه 100%. الحته بقى بتاعت البحر الحلو او الاماكن اللي فعلا ناس كتير قوي ما بتروحهاش، ممكن نتكلم مثلا على شاطئ زي شاطئ ابو دباب في مرسى علم. اربع شواطئ في مرسى علم ما ينفعش تفوتهم لما تروح هناك، يلا بينا. لو عايزين تنزلوا تعوموا مع سلاحف بحريه فلازم تروحوا شاطئ ابو دباب. تمن دخول الشاطئ ده 120 جنيه للمصريين. تاني شاطئ هنتكلم عليه هو شاطئ النيزك، ومن الحاجات اللي بتتقال على الشاطئ ده ان في نيزك وقع زمان في المكان ده، فهو اللي عمل الحفره الكبيره دي على شكل النيزك. تالت شاطئ تروحوه هناك هو شاطئ المانجروف، وتفرجوا على شجر المانجروف هناك، وما تنسوش تشربوا القهوه الجبنه من هناك. ورابع شاطئ واخر شاطئ ما ينفعش تفوتوه لما تكونوا في مرسى علم هو شرم اللولي او راس حنقوره. بس كده. ده شاطئ مرسى علم دي خطيره، حلوه جداً قوي جدا جدا وهاديه. هو هي حاجه حلوه وحاجه وحشه يعني في نفس الوقت يعني، بس ده 99% هنروح نشوف هناك سلاحف عملاقه، فدي ما حدش يعرفها يعني. هل احنا عارفين ان احنا ممكن ننزل نعوم مع سلاحف كده في اي وقت؟ لا ما حدش يعرف الكلام ده، بس الشاطئ ده 99% من الوقت هتروح هناك هتلاقي سلاحف كتير جدا حواليك. السلاحف نفسها ساعات بتطلع بره الميه تحفر في الرمله عشان ترمي البيض بتاعها، وبيبقوا حاطين حواليه علامات كتير قوي عشان نحمي الكلام ده، فهم نسبيا مهتمين بالكلام ده هناك. فده من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نعملها مثلا، او شاطئ اللي مش معروفه دي تحفه. ده كمان حتى بالزبط. الاطفال انا عمال بفكر لو انا خدت ابني المكان ده هينبهر بالظبط يعني، عايم مع سلاحف بكل سهوله كده، اللي هو مجرد بس هيخش خمس دقايق في الميه وهيبقى حواليه سلحفتين ثلاثه عملاقين. لا قولي اسم المكان بقى تاني. ابو دباب. ابو دباب في مرسى علم. مرسى علم. اوكي. ده فعلا جميل جدا جدا جدا. في مثلا برضو شرم اللولي في مرسى علم برضو. مرسى علم فيها شواطئ حلوه جدا الصراحه يعني، دي وبعيد عن بعض شويه. الصراحه يعني هي مرسى علم المشكله الوحيده فيها هي بعد الشواطئ عن بعض نسبيا يعني. الواحد بيطلع من المكان لمكان بايه، عربيه مثلا ولا يا اما برايفت كار يا اما برايفت هاي اس يا اما اي حاجه يعني، بيبقى معانا الترانسبورتيشن بتاعنا يا اما معانا احنا العربيه بتاعتنا يا اما بقى الاوتيل او المكان اللي احنا قاعدين يعني فيه يعني. هم ممكن يوفروا لنا المكان اللي احنا بنقعد فيه، ممكن يوفروا لنا ان احنا نتحرك من شاطئ لشاطئ. بالظبط. عايز اسالك بقى على حاجه ده المهم بالنسبه لكل الناس تقريبا يعني. طبعا ان احنا نروح مكان حلو دي حاجه حلوه قوي ونشوف حاجه جديده ومختلفه، بس انا كمان عايز اعرف بقى البادجت بتاعتها، هل احنا بندفع فلوس كتير قوي عشان نروح حته زي دي؟ ابو دباب يعتبر اغلى شاطئ ممكن نروحه في مرسى علم، هو الدخول هناك ب 200 جنيه تقريبا للفرد. بس ده بيدينا اكسس للبحر كله، بيدينا اكسس لشازلونج ممكن نقعد عليه بضله بكل حاجه. حاجات تانية زي شرم اللولي والمانجروف وكل الكلام ده. شرم اللولي دي بقى اللي هي فيها ايه؟ دي فيها شعب مرجانيه بقى يعني مش ملموسه. فعلا يعني كميه شعب مرجانيه مش طبيعيه، انا ما شفتهاش قبل كده يعني. وسمك بقى موجود في كل حته، فبنبقى عايمين كده والشعب المرجانيه زي حته طويله جدا كده وقاعدين بنتمشى معاها، والواحد بيسرح بجد طول، يقعد يخش جوه وسمك حواليك صغير وكده في كل حته. فشرم اللولي ده تحفه فعلا. ده مثلا الدخول بتاعه، هو شرم اللولي موجود جوه محميه وادي الجمال. الدخول هناك بيبقى بحوالي 50 جنيه للفرد. حلو ده. بالظبط احسن شويه. ومحميه وادي الجمال جواها كذا حاجه تتزار يعني، شاطئ القلعان او المنجروف ده برده جوه محميه وادي الجمال، فال 50 جنيه دي ممكن تدخلنا الشاطئين دول عادي جدا، مفيش اي مشكله. من احلى الاماكن اللي ممكن تزوروها في مرسى علم هو شاطئ القلعان او المنجروف. شجر المنجروف اللي انتوا شايفينه قدامكم ده مهدد بالانقراض. الشجر ده بيعيش في ميه مالحه، وده عكس الطبيعه اللي احنا نعرفها. اهم حاجه لما نروح المكان ان احنا نحافظ على نظافته وما نقفش على الجذور بتاعه الشجر. ممكن واحنا هناك كمان نجرب قهوه الجبنه، ودي بتبقى قهوه خضراء عليها جنزبيل، بيبقى طعمها حلو جدا ومختلف عن القهوه الطبيعيه. في اماكن بحريه كتيره قوي حلوه في مصر، اهم حاجه لما نزور الاماكن دي ان احنا نكون مسؤولين ونحافظ على الحياه البحريه ونسيبها نظيفه زي ما هي. في النيزك في مرسى علم برضو، بس ده من غير فلوس، ده بنروح مجرد بس بنركن العربيه وبننزل نعوم وبعد كده بنطلع. بس هو ما فيهوش شعاب مرجانيه كتير قوي بس يعني، بحر حلو قوي. هو مميز يعني، شكله غريب. هو المفروض اسمه النيزك عشان هو شبه النيزك. فالاسطوره بتقول ان في نيزك وقع هنا زمان وعمل الحفره دي بالظبط وكل الكلام ده، بس طبعا مفيش اي حاجه تثبت. بس هو منظره حلو قوي
واحلى وقت طبعا يتروح فيه ونشوف لون الميه الحلو بيبقى على الساعه 12 الساعه 11 بعد كده وقت المغرب ما بيبقاش احسن وقت. بس يعني بس دي العوم فيه طبعا ميه حلوه ونظيفه جداً هيجنن جدا كانه حمام سباحه بس جزء من البحر بحر. يعني هو يعني واخد جزء من البحر كده والميه بتخش له منه فكانه بجد حمام سباحه مفيش موج خالص. بي هو يعني لا مش بي هو كانه حفره في الارض ده تحفه فحفره الارض واسعه فواخد إيه النيزك. يبقى احنا كده عندنا في مرسى علم ثلاث اماكن يا جماعه حلوين جدا، ابو دباب بالظبط وشرم اللولي بالظبط والنيزك بالزبط. وبيقول لكم ان التكلفه هناك علشان نروح قليله يعني 50 جنيه حلوه قوي. احنا بنسمع ارقام في الصيف بتبقى غاليه جدا وحاجات ارقام بتخض بالظبط. ف 50 جنيه ان انت تقضي يوم كامل هناك صح؟ بالظبط يعني 50 جنيه ممكن تاخدنا تودينا شرم اللولي، تاخدنا القلعان وتاخدنا النيزك. حلو قوي. ده يعني دخول النيزك ببلاش، ال 50 جنيه دي دخلنا. كل واحده دول منهم اساسا تقعد فيها يوم. يعني هي يعني هي فعلا ممكن نقعد هناك وقت طويل جدا ونفضل مستمتعين بالجو والاعشاب بقى والشعب المرجانيه اللي موجوده تحت كل الكلام ده، بجد المناظر بتبقى فظيعه يعني فعلا. طيب قولي يا عبد الرحمن بالنسبه لبقى الحاجات اللي هي ايه المشتى، احنا طبعا عارفين عن الاقصر واسوان وشرم الشيخ والغردقه، في اماكن تانيه بتبقى مشتى وحلوه والواحد يقدر يروحها اجازه كده في نص السنه طبعا. من غير ما تبقى برضو تكلفها عاليه يعني ما تبقاش حاجه غاليه أوكي. علينا احنا مثلا واحد عايز يسافر مثلا ايه ماشي. يومين في وسط الست شهور بتوع الجو الساقع ده اوكي. هو ممكن احلى حاجه ونسبيا الحاجه اللي ممكن تبقى في السعر الكويس يعني هي ارخص برضو من شرم الشيخ والغردقه وكل الكلام ده ممكن نقول دهب. الممشى بتاع دهب فيه اوتيلات كتير جدا بكل الاسعار اللي موجوده يعني من اول مثلا 200 او 250 جنيه في اليوم بالفطار لحد بقى طبعا ارقام عاليه جدا عادي، بس انا قصدي ان المينيمم موجود ان احنا نلاقيه هناك بسهوله وبتبقى حاجات كويسه يعني بتبقى حاجات حلوه جدا انا بقعد فيها برضو معظم الوقت لان انا بحاول ان انا اسافر باقل طبعاً. تكلفه بس فدهب سهله جدا ان هي تتراح، هي بس المشكله في الطريق، فاللي هيروح هناك هيبقى اتليست بقى يقعد هناك 3 ايام لازم 3 ايام على الاقل 3 ليالي كمان يعني 3 ليالي 4 ايام على الاقل عشان يقدر يشوف كل حاجه في دهب ويستمتع بيها. بس هي كبلد هي رخيصه جدا يعني هي ممكن ان احنا نعيشها بطريقه غاليه وممكن ان احنا نعيشها بطريقه بسيطه بالظبط لان احنا بنبقى في وسط الممشى فاحنا عندنا الاوبشنز كلها ان احنا ناكلها يعني ممكن ناكل برخيص ممكن ناكل بغالي ممكن ناكل في الاوتيل ممكن نجيب معانا اكلنا ممكن نجيب معانا اكلنا بالظبط يعني في كل الاوبشنز. فدهب بالنسبه لي ممكن تبقى الحاجه فعلا اللي ممكن تبقى موفره شويه عن شرم الشيخ والغردقه. طيب في ايه في دهب بقى؟ يعني طبعا في بحر خطير اوكي ماشي في ايه تاني؟ بسمع ان مثلا عندهم اللي هي الهدايا السوفونيرز اللي بتجيب الهدايا التذكاريه اوكي فقول لي دول مثلا في تعرف حاجه عنهم يعني الحاجات اللي بتجيب من دهب معظم الوقت بتبقى الشال بتاع طبعاً. دهب اللي بيبقى عليه شويه زغارف مش عارف اسمها ايه زغرفه الشال بتاع دهب اللي بيبقى عليه زغرفه ده وحاجات بقى من هذا المثال وفي برضو البنطلونات بتاع الدهب يعني دي معظم الحاجات اللي هي عامله زي بنطلونات اليوجا دي ايوه مريحه قوي وجميله دي الواحد يقعد فيها اليوم كله وهو في البحر بالظبط هي مثلا الحاجات دي هي دي معظم الحاجات والبندانة بتاع الدهب يعني بس لذيذه فيها حاجات حلوه قوي لطاف دي مثلا الحاجات اللي تجيب منها فيها بقى يعني اماكن تانية غير ان احنا نروحها غير البحر وان احنا نشتري الهدايا التذكاريه دي طبعا في اماكن كتير قوي غير البحر يعني في سفاري بتتعمل هناك في الصحراء في ممكن قريبين جدا احنا بنبقى من نويبع فممكن من هناك نروح يوم وادي الوشواشي وبعيده عن طابا ولا قريبه برضو بعيده شويه عن طابا قد ايه وقت مثلا بس يعني مع طابا حلوه برضو ممكن ساعتين ممكن ساعتين على حسب ومثلا يعني ساعتين لطابا وساعه لنويبع حاجه في الرينج ده. طيب ايه بقى حكايه كف الجاره وايه هي الاماكن الممتعه في الصحراء الغربيه؟ اوكي ماشي احنا عندنا اماكن كتير فعلا في الحته دي بس كهف الجاره ده اكتشف يعني بطريقه غريبه او هو بالحظ تقريبا هو المفروض ان كان فيه زي مستكشف الماني وكان معاه دليل من الصحراء الغربيه تقريبا او حاجه وبعد كده وهم بيتمشوا دخلوا في عاصفه رمليه وخلاص بيتوهوا فدخلوا الكهف ده بالصدفه تقريبا وبعد كده بقى من ساعتها ابتدى ان الناس تعرف الكهف ده ومكانه وكل الكلام ده من اكتر الاماكن الغريبه اللي ممكن تروحها في حياتك
كهف الجارة في الصحراء الغربية. كهف الجارة موجود من ملايين السنين وجواه حاجات بترجع للإنسان ما قبل التاريخ، بس هوريها لكم في آخر الفيديو. كهف الجارة جواه تكوينات وأشكال غريبة جدا عمرك ما هتشوفها في أي مكان تاني. المكان ده اللي اكتشفه مكتشف ألماني، والدليل اللي كان معاه الاتنين كانوا تايهين في عاصفة رملية ولولا الكهف ده كانوا ماتوا. الحجر بقى اللي انتوا شايفينه قدامكم ده عليه رسومات من انسان ما قبل التاريخ، ما تنسوش تعملوا فولو لايك. الكهف ده غريب جدا، ان احنا يعني هو كهف في مستوى الارض فمحدش بيبقى شايفه خالص تقريبا، هو موجود على تبة صغيره كده واحنا بقى الكهف عميق جدا لتحت. كهف من جوه بقى كله ترسبات، حاجه اسمها صواعد ونوازل تقريبا، والمفروض بقى ان هو يعني لما بتخش جوه بيبقى عامل زي الشلال، كانه شلال متجمد بس بالعكس. يعني هو كله ترسبات كده عامله زي ميه الشلال بس كلها متجمده، فالمنظر فعلا جوه عجيب وغريب ومش مفهوم ده اتكون ازاي. هو المفروض يعني ان هو اتكون عن طريق ترسبات الميه وان هي اتجمدت عن طريق بقى الزمن وكل الكلام ده، بس المنظر هناك الصراحه رهيب. انا عايزه اقول لك يعني ان انا عايزه اتفرج عليه، لما اروح هدخل على جوجل اتفرج على الصور. ماشي. شكله فعلا حلو قوي، هو تحفه تحفه بجد، يعني فعلا من الاماكن اللي انا اتخضيت منها لما دخلت، علشان انا ما كنتش اعرف فعلا ان في مكان زي ده موجود في مصر. سو صعب ان احنا نروح هناك، مش حاجه سهله الصراحه، يعني انا ما قدرتش اروح لوحدي، يعني فعلا رحت في اورجنايز تور يعني، ودي مش طبيعه تور. السفر بتاعتي فانا في الطبيعي انا بسافر لوحدي خالص من غير اي حاجه، بس ده كان لازم دي ما عرفتش اروح لوحدي الصراحه يعني. عبد الرحمن بشكرك جدا 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 على وجودك النهارده، حسيت ان انا مش في انترفيو، حسيت ان احنا بنحكي حكايه جميله. دي حقيقه، ربنا يخليك، ميرسي قوي. دي كانت نهايه حلقتنا، نشوفكم في حلقه جديده الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. باي باي.